أحسن الله إليكم رسالة أبو عبد الله، يقول فضيلة الشيخ بأنني أتهمت زوجتي بالزنا والعياذ بالله، وقلت لها بأن الولد ليس ولدي وأنا كاذب، وذلك بسبب مشاكل بين أهلي وأهلها، وبعد ذلك طلبت الطلاق فطلقتها، وأنا الآن نادم أشد الندم على ما بدأ مني وخوفي من عقاب الله عز وجل، ويعلم الله بأنني حاولت أن تسامحني لكن دون جدوى. الآن يا فضيلة الشيخ ماذا أفعل كي يغفر الله لي بما ارتكبت من جرم؟ جزاكم الله خيرا. أنت أذنبت ذنبا عظيما وأسأت إلى هذه المرأة وأسأت إلى الولد الذي نفيت نسبه وأنت كاذب في ذلك، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، وعليك طلب المسامحة من هذه المرأة، طلب أن تسامحك وأن تبيحك لأنك ظلمتها، عليك أن تطلب منها المسامحة. وإذا كنت أظهرت هذا للناس وهذا القذف أظهرته للناس فإنك تعلن أنك كاذب وتبري ساحة هذه المرأة. نعم.